رواية السيدة دلاواي، تأليف الكاتبة الإنجليزية فيرجينيا وولف، ترجمة عطاء عبد الوهاب، قراءة أسمهان الكرجوسلي، الجزء الأول، 30 صفحة. قالت السيدة دلاواي إنها ستشتري الزهور بنفسها، ذلك أن لوسي قد حددت لها أعمالها، الأبواب ستخلع عن مفاصلها، عمال رامبل ماير قادمون، وجال في خاطر كلاريسا دلاواي أن هذا صباح لا مثيل له، صباح رائق كأنه قد انبثق لأطفال يلعبون على شاطئ البحر. يا له من مراح، يا له من انغمار، ذلك أن الأمر قد بدا لها كذلك دائما لما كانت مفاصل الشبابيك تصرف صريفا خافتا تكاد تسمعه الآن، فتفتح النوافذ الكبيرة على مصاريعها في بورتون وتنغمر غمارا في الهواء الطلق. كان الهواء في الصباح الباكر هناك نقيا هادئا أكثر سكونا من هذا بالطبع، لكأنه خفقة الموج، كان باردا وحادا. ومع ذلك بالنسبة لفتاة في 18 كما كانت آنئذ فإنه وقور، فكانت تحس وقد وقفت عند النافذة المفتوحة أن شيئا ما على وشك الحدوث. كانت تتطلع إلى الأزهار، إلى الأشجار، والدخان يتلوى من حولها، وطيور الغدفان تعلو وتهبط. كانت تقف وتتطلع إلى أن قال بيتر وولش: تتأملين وأنت بين الخضروات؟ هل كانت تلك هي الجملة؟ إني أفضل الناس على القرنبيط. هل كانت تلك هي الجملة؟ لابد أنه كان قد قالها عند الإفطار ذات صباح حين خرجت إلى الشرفة. بيتر وولش، إنه سيعود من الهند ذات يوم قريب، في حزيران أو تموز، نسيت أيهما، ذلك أن رسائله مملة لدرجة فظيعة، إنما هي أقواله التي يتذكرها المرء، عيناه، سكينه الصغيرة التي يحملها في جيبه، ابتسامته، تذمره، وأقوال بسيطة كهذه عن اللهانة، في حين تكون ملايين الأشياء الأخرى قد تلاشت كليا. ويا للغرابة، تصلبت قليلا وهي تقف على الرصيف تنتظر مرور شاحنة دارتنول. دار في خلد سكروب بريفز أنها امرأة فاتنة، إذ يعرفها كما يعرف المرء جيرانه من السكان في ويست مينستر حي البرلمان. ثمة سمة من سمات الطير تحف بها، طير الزرياب، أخضر زرقاوي، فهي خفيفة الوطأ، مريحة، وإن كانت قد تجاوزت 50 وطفحت بالشيب منذ مرضها. هنالك حطت دون أن تراه وهي تنتظر العبور منتصبة القوام. كانت كلاريسا واثقة بأن المرأة لا يشعر من جراء السكن في حي ويست مينستر. كم من السنين الآن؟ أكثر من 20، حتى وهو في خضم حركة المرور أو مستيقظ من نومه ليلا بسكينة أو بجلال من نوع معين، إنه لا يشعر بتوقف يستعصي على الوصف، بتوتر، لكن ربما كان ذلك بسبب قلبها وقد تأثر على ما يقولون بالإنفلونزا، وذلك قبيل أن تدق ساعة بيج بن. ها هي وقد انطلقت ترن عاليا، نذير في البداية يتموج موسيقيا، ثم الساعة لا مسترد لها، الدوائر البطيئة المثقلة ذابت في الهواء. قالت كلاريسا في نفسها وهي تعبر شارع فيكتوريا: ما نحن إلا مغفلون، ذلك أن الله وحده يعلم لما يحب المرء الدنيا هكذا. كيف يراها المرء هكذا؟ يختلقها اختلاقا،
يبتنيها حوله، يقلبها ويثنيها، يخلقها في كل لحظة من جديد. لكن إرث النسوة البائسات جلوساً عند العتبات يشربن سقوطهن، يفعلن الشيء ذاته. شعرت كلاريسا أنها على يقين أن أمرهن هذا لا يمكن تدبره بقوانين برلمانية، لذلك السبب بالذات إنهن يحبن الحياة، والحياة في عيون الناس في البخترة والتشرد والخبط، في الجئير والصخب والعربات والسيارات والحافلات والشاحنات، وجملة لوحات الإعلان على الصدور والظهور، وهم يشحطون أقدامهم ويتمايلون، والفرق النحاسية والأرجون اليدوي الدوار، وفي النصر والرنة والنشيد الغريب العالي لطائرة ما فوق الرؤوس، هي ما تحب الحياة لندن هذه اللحظة من حزيران. ذلك أنه كان منتصف حزيران، الحرب انتهت، إلا بالنسبة لبعضهن كالسيدة فوكس كروفت في السفارة ليلة أمس وهي تحرق الأرم لأن ذلك الولد اللطيف قد قتل، والآن يجب أن يؤول القصر الريفي القديم إلى أحد أبناء عمومته، أو كالليدي باكسبور والتي افتتحت سوقا خيرية كما يقولون والبرقية بيدها. جون الأثير لديها قتل، لكن الحرب انتهت، شكرا لله انتهت. إنه حزيران والملك والملكة في القصر، ومع أن الموسم ما زال مبكرا جدا فهناك في كل مكان ثمة خفق، ثمة حراك بين المهرات المخبة وقرع مضارب الكريكت في ساحات لوردز وإسكوت وراني لاك وكل البقية الباقية، ساحات تغلفت بشاش ناعم من هواء الصباح الأزرق الداكن الذي ما أن يرتفع النهار حتى يفك شدادها ويضع على بروجها الخضر المهرات المتقافزة، وما أن تضرب قوادمها الأمامية الأرض حتى يثب عليها الفتيان مندفعين، والفتيات المتضاحكات بالمسلين الشفاف يأخذن حتى في هذا الوقت بعد الرقص طيلة الليل، يأخذن كلابهن الخرقاء الكثة الشعر للمشي، وحتى في هذا الوقت في هذه الساعة فإن أرامل النبلاء الحذرات ينطلقن بسياراتهن لقضاء مشاغل غامضة، والجوهريون يخبطون في واجهاتهم بالحلي الزائفة وبالأحجار الكريمة من الماس، بالدبابيس الحلوة العتيقة الخضراء خضرة البحر في أوضاع من طابع القرن الثاني عشر لإغراء الأمريكيين، لكن على المرء أن يتوخى التقدير ألا يشتري أشياء بتهور لإليزابيث، ثم هي أيضا تحب الأمر بعاطفة خرقاء ومخلصة، كونها جزءا من الأمر، ومذ كان قومها ذات يوم من حاشية البلاط في زمن الملوك القدامى فإنها هي أيضا سوف توقد الشموع وتضيء الأنوار في تلك الليلة ذاتها، سوف تقيم حفلتها، لكن ما أغرب الصمت عند دخول المنتزه والغبش والهمهمة والبط السعيد الوئيد والطيور البطيئة تتهادى، ومن هذا القادم وظهره إلى أبنية الحكومة، الأمر الذي يليق به كل اللياقة، حاملا صندوق الرسائل المختوم بالشعار الملكي، من القادم سوى هيو ويتبرت صديقها القديم، هيو هيو الرائع. قال هيو بتودد مفرط نوعا ما: أسعدت صباحا يا كلاريسا، إلى أين تذهبين؟ ذلك أن أحدهما قد عرف الآخر منذ الطفولة. قالت السيدة دالاواي: إني أحب المشي في لندن، نعم إنه أفضل من المشي في الريف. لقد جاء توا هو وزوجته لمراجعة الأطباء لسوء الحظ
الآخرون يجيئون لمشاهدة اللوحات، يذهبون إلى الأوبرا، يأخذون بناتهم للتنزه في الهواء الطلق، وآل ويتبرد يجيئون لمراجعة الأطباء. إن كلاريسا قد زارت زوجته إيفلين ويتبرد مراراً لا عد لها في دار التمريض. هل أن إيفلين مريضة ثانية؟ قال هيو إن إيفلين ليست على ما يرام، وبنوع من نفخة أو امتلاء في جسده المتكامل الهندام، جسده الرجولي الوسيم للغاية المكسو أمثل الكساء، إنه يكاد يكون حسن الملبس أكثر مما ينبغي، لكنه يفترض فيه أن يكون كذلك، وله عمله البسيط في البلاط. أنبأها بأن زوجته تشكو من بعض السقم الداخلي، الأمر الذي ستفهمه كلاريسا كصديقة قديمة دون أن تطلب منه توضيحا. نعم تشكو من ذلك السقم بالطبع، يا له من إزعاج. وشعرت بحنان الأخت البالغ وبالتحرج الغريب في الوقت ذاته من قبعتها. ليست القبعة المناسبة للصباح الباكر، فهل هذا هو السبب؟ ذلك أن هيو يجعلها تشعر دائما وهو ينطلق على عجل رافعا قبعته بإفراط نوعا ما، بأنها تكاد تكون فتاة في 18، وبالطبع إنه قادم لحفلتها الليلة. إيفلين تصر عليه كل الإصرار إنما سيتأخر قليلا بعد حفلة القصر الملكي التي عليه أن يأخذ إليها أحد أولاد جيم. إنها تشعر بالصبيانية المدرسية لكنها متعلقة به، ويرجع هذا جزئيا إلى معرفتها به طيلة العمر، لكنها تحسبه حقا من النوع الطيب على طريقته الخاصة، وإن كان ريتشارد يكاد يجن جنونه منه. أما بيتر وولش فإنه لم يغفر لها أبدا مودتها له حتى يومنا هذا. بوسعها أن تتذكر مشهدا بعد آخر مما كان يجري في بورتون. بيتر مشتاط غضبا، وهيو بالطبع ليس ندا له بأي شكل من الأشكال، لكنه ليس ذلك الأبله الأكيد الذي يتخيله بيتر، ليس لوحا جامدا لا غير. حين أرادت أمه أن يقلع عن الصيد أو أن يأخذها إلى باث، مدينة الحمامات المعدنية، فإنه فعل ذلك دون أن ينبس بكلمة. إنه حقا غير أناني. وأما القول كما كان يدعي بيتر إنه لا قلب له ولا عقل، وأنه لا شيء سوى أصوليات سيد إنجليزي مهذب، فإنما هذا هو عزيزها هيو في أسوأ أحواله لا غير. لعله شخص لا يطاق، لا يحتمل، لكنه من أروع ما يمكن للمشي معه في صباح كهذا. حزيران استل كل ورقة على الشجر، وأمهات حي البمليكو الشعبي يرضعن صغارهن، والرسائل يتبادلها الأسطول مع وزارة البحرية. وشارع أرلينغتون وبيكاديلي يبدوان وكأنهما يغيضان الهواء، بالذات في المنتزه، فيرفعان أوراقه على نحو ساخن، على نحو لامع فوق أمواج من تلك الحيوية الرائعة التي تحبها كلاريسا، أن ترقص، أن تركب الخيل، إنها قد شغفت حباً بكل ذلك. ذلك أنهما هي وبيتر قد يفترقان لمئات السنين. إنها لم تكتب له رسالة على الإطلاق، ورسائله جافة كالحطب، إنما بغتة يدهمها خاطر. لو أنه كان معي الآن فماذا سيقول؟ إن أياما معينة مشاهد معينة تعيده إليها بسكون بدون المرارة القديمة. لعل هذه هي مكافأتها على ما أبدته من اهتمام بالناس. لقد عاد إلى وسط منتزه سان جيمس في صباح رائع، عاد فعلا، لكن بيتر لم يرى أبدا أي شيء من ذلك كله. إنه سيضع نظارته على عينيه إن طلبت منه ذلك، وسينظر. حالة العالم هي التي تثير اهتمامه، واغنر، شعر بوب، طبائع الناس أزليا، وعيوب نفسيتها هي بالذات.
كيف كان يوبخها؟ كيف كانا يتجادلان؟ قال إنها ستتزوج من رئيس وزراء وتقف في أعلى السلم. دعاها بالمضيفة المثلى، بكت من جراء ذلك في غرفة نومها. قال إن فيها مكونات المضيفة المثلى. وهكذا فإنها لا تزال تجد نفسها تجادل نفسها في منتزه سان جيمس، لا تزال توحي لنفسها أنها كانت على صواب، ولقد كانت كذلك، ألا تتزوجه؟ ففي الزواج يجب أن يتوافر ثمة ترخيص بسيط، استقلال بسيط بين أناس يعيشون معا يوما بعد يوم في بيت واحد، وهذا ما يعطيها إياه ريتشارد وتعطيه هي إياه. أين هو هذا الصباح مثلا؟ في لجنة ما؟ لم تسأل أبدا ما هي، إنما مع بيتر كل شيء يجب اختصامه، كل شيء يجب التدقيق فيه. وكان الأمر لا يطاق، وحين تطورت المسألة إلى ذلك الشجار في الجنينة الصغيرة عند النافورة، كان عليها أن تفصم علاقتها به، وإلا كانا يتحطمان، يتدمران كلاهما، كما كانت مقتنعة، وإن كانت قد حملت معها لسنين شيئا كالسهم يغرز في قلبها الحزن، العذاب. ثم هول اللحظة حين أخبرها أحدهم في حفل موسيقي أنه قد تزوج من امرأة التقاها على الباخرة وهو في طريقه إلى الهند. لن تنسى كل ذلك أبدا. لقد سماها باردة بلقب متكلفة للحشمة. إنها لم تستطع أبداً أن تفهم كيف يهتم الآخرين، لكن أولئك النسوة الهنديات استطعن ذلك على ما يفترض، سخيفات، حسناوات، ساذجات، مهلهلات. وإنها قد بددت إشفاقها، ذلك أنه سعيد تماماً كما طمأنها، سعيد كلياً، وإن كان لم يحقق شيئاً مما تكلم عنه على الإطلاق. إن حياته بأسرها كانت فشلاً، فأضاف هذا غضباً إلى غضبها. بلغت بوابات المنتزه، وقفت لحظة تتطلع إلى الحافلات في بيكاديلي، ولن تتفوه الآن عن أي شخص في العالم بأنه كان كذا أو كان كيت. لقد شعرت بأنها فتية جداً، وفي الوقت ذاته هارمة بصورة لا يوفيها كلام. إنها ثاقبة تقص كالسكين خلال كل شيء، وهي في الوقت ذاته خارجا تنظر. وإذ كانت ترقب التاكسيات شعرت بحس سرمدي بكونها في الخارج، وفي الخارج بيدا في عرض البحر ووحدها. كانت تشعر دائما بأن من الخطر جدا جدا العيش حتى ليوم واحد، لا لأنها تظن نفسها شاطرة أو أكثر من الاعتيادي بكثير، أما كيف شقت طريقها في الحياة ببضع جذاذات من المعرفة زودتها بها الآنسة دانيال الألمانية فإنها لا تدري. إنها لا تعرف شيئا، لا من اللغة لا من التاريخ، وهي لا تكاد تقرأ كتابا الآن عدا كتب المذكرات في سرير النوم. مع هذا فالأمر بالنسبة لها يستغرقها كليا. كل هذا، التاكسيات تمر وهي لن تقول عن بيتر ولن تقول عن نفسها أنا كذا وأنا كيت. دار في خلدها وهي تمشي أن موهبتها الوحيدة هي معرفتها بالناس السليقة تقريبا. لو أنك تضعها في غرفة مع أحد ما، ففي الحال يرتفع ظهرها كظهر قطة أو تموت. قصر ديفنشاير، قصر باث، والقصر الذي فيه ببغاء الخزف. وكانت قد رأتها جميعها ذات مرة وكلها مضاء، وتذكرت سيلفيا وفريدي وسالي سيتو مثل هذه الزرافات من الناس، والرقص طيلة الليل، وعربات الجر تمضي متثاقلة إلى السوق، والسياقة رجوعا إلى البيت عبر المنتزه. وتذكرت أنها رمت مرة شلنا في بحيرة السيرفانتاين، على أن الجميع يتذكرون،
الذي تحبه هي هو هذا هنا الآن أمامها السيدة البدينة في التاكسي. وتساءلت في نفسها وهي تسير نحو شارع بوند، هل يهم إذن؟ هل يهم أنها لابد منتهية كليا بشكل محتم؟ إن كل هذا يجب أن يستمر بدونها. هل تستنكر ذلك؟ أو أن الاعتقاد بأن الموت ينهي بالتأكيد لا يغدو مورثا للسلوان، إنما وعلى نحو ما في شوارع لندن على مد الأشياء وجزرها، هنا هناك فإنها باقية، بيتر باقي، كل منهما يعيش للآخر كونها كما هي موقنة جزءا من الأشجار في مسقط رأسها، من البيت هناك البشع والآيل على ما هو عليه إلى السقوط، جزءا من أناس لم تلتقيهم أبدا، كونها منشورة كالضباب بين الناس الذين تعرفهم خير معرفة والذين يرفعونها على أغصانهم، كما قد رأت الأشجار ترفع الضبابة لكنها تنتشر بعيدا جدا على الدوام، حياتها ذاتها، لكن ما الذي كانت تحلم به وهي تنتظر في واجهة مكتبة هاتشارتس؟ ما الذي كانت تحاول استرداده؟ إنه صورة من الفجر الأبيض في الريف إذ قرأت في الكتاب المفتوح: لا تخشي بعد اليوم قيظ الشمس ولا عصفات الشتاء الغاضبة. إن هذا العصر المتأخر من تجربة العالم قد ولد فيهم جميعا، جميع الرجال والنساء، بئرا من الدموع، الدموع والحزن، الشجاعة والاستبار، التحمل الرزين والمرفوع الرأس. لاحظ مثلا المرأة التي تعجب بها كل الإعجاب، الليدي بيكسبورو، تفتتح السوق الخيرية. رأت في واجهة المكتبة كتبا كثيرة متنوعة فيها الغص والسمين، مذكرات السيدة إسكويث وكتاب صيد الوحوش في نيجيريا، وكل الكتب مفتوحة، عدد كبير جدا من الكتب، لكن ليس بينها ما يصلح لأخذه إلى إيفلين ويتبرد وهي في دار التمريض. ليس هناك شيء يؤنسها ويجعل تلك المرأة الضئيلة الذابلة كل الذبول تبدو عند دخول كلاريسا عليها ودية ولو لحظة واحدة قبل أن تتهيأ للكلام المعتاد الذي لا ينقطع عن أسقام النساء. ما أشد ما أرادت ذلك، أن يبدو الناس مسرورين حين تدخل، هكذا قالت كلاريسا في نفسها، واستدارت وعادت تسير نحو شارع بوند منزعجة، لأن من السخف أن تكون لديها أسباب أخرى لفعل الأشياء، قالت في نفسها وهي تنتظر عبور الشارع. ما أحراها لو كانت واحدة من أولئك الناس مثل ريتشارد الذين يفعلون الأشياء لذواتها، في حين أنها تفعل الأشياء في كثير من الأحيان ليس ببساطة، ليس من أجل ذواتها، بل لجعل الناس يفكرون كذا أو كيت. سخف مطبق كما تعلم. والآن رفع الشرطي يده، إذ ما من أحد خدع أبدا لثانية واحدة. آه، لو يسعها أن تعيد حياتها كرة أخرى. دار في خلدها وهي تقف على الرصيف، أن لو يسعها لبدت مختلفة حتى في طلعتها. لو يسعها لكانت في المقام الأول، سمراء كالليدي بوكسبورو، ذات بشرة كالجلد المتغض وعينين جميلتين. لكانت كالليدي بوكسبورو وسيدة ذات أبهة، ضخمة نوعا ما، مهتمة بالسياسة كأنها رجل، لها بيت في الريف، محتشمة جدا، مخلصة جدا. إنها بدلا من ذلك ذات جسم رفيع كإصبع البازلاء، ووجه صغير سخيف مدبب كوجه طير. صحيح إنها ترفع قامتها جيدا
ولها يدان وقدمان لطيفتان وتلبس جيدا، مع ملاحظة أنها لا تنفق على ملابسها إلا قليلا. لكن في الغالب الآن يبدو هذا الجسد الذي عليها، وقفت تنظر إلى لوحة هولندية، هذا الجسد بكل قدراته لا شيء، لا شيء على الإطلاق. إن لديها شعورا غريبا بأنها هي ذاتها غير مرئية، لا تبصر، غير معروفة، إذ لم يعد هناك مزيج من التزوج، مزيد من إنجاب الأطفال الآن، بل ليس سوى هذا السير المذهل والرصين بالأحرى مع البقية الباقية منهم في شارع بوند. هذه كونها السيدة دلواي، ليس حتى كلاريسا بعد الآن، هذه كونها السيدة ريتشارد دلواي. شارع بوند يفتنها، شارع بوند عند الصباح الباكر في الموسم في أحسن أحواله، دكاكينه، ما من عرض باهر، ما من بهرجة، مدة واحدة من القماش الصوفي في المخزن حيث اشترى والدها بدلاته ل50 سنة، بضع حبات من اللؤلؤ، سمكة سالمون واحدة على قطعة ثلج. قالت هذا كل ما هنالك وهي تتطلع إلى دكان السماك، وكررت هذا كل ما هنالك وهي تتوقف لحظة واحدة عند واجهة دكان القفازات، حيث كان يمكنك قبل الحرب شراء قفازات تكاد تكون بالغة الكمال. وكان عمها نفسه العم ويليام يقول إن السيدة تعرف بحذائها وقفازها. كان قد انقلب على جنبه ذات صباح إبان الحرب وقال حسبي ما عنيت، قفازات وأحذية، إنها شغوفة بالقفازات. لكن ابنتها حبيبتها إليزابيث لا تهتم مقدار ذرة بأي من الاثنين ولا بمقدار ذرة، قالت في نفسها وهي تمضي قدما في شارع بوند إلى محل الزهور والذي يحفظون لها فيه ما تريد عندما تقيم حفلة ما. إليزابيث تهتم بكلبها أكثر من أي شيء آخر. البيت هذا الصباح يفوح برائحة القار. مع ذلك فإن كلب إليزابيث المسكين أفضل عندها من الآنسة كيلمان. طلاء الدستمبر والقار وما إلى ذلك أفضل من جلوسهما حبيستين في غرفة نوم خانقة بصحبة كتاب الصلاة. إنها لميالة إلى القول إن أي شيء هو أفضل من ذلك، لكن قد يكون ذلك مجرد مرحلة تمر بها كل الفتيات كما قال ريتشارد. قد يكون الأمر غراما، لكن لم يكن ذلك مع الآنسة كيلمان التي أسيئت معاملتها بالطبع. يجب أن يأخذ المرء ذلك بنظر الاعتبار مراعاة لها، وقد قال ريتشارد أنها قديرة جدا، ذات عقل تاريخي حقا. على كل إنهما لا تنفصلان، وإليزابيث أبتها ذاتها تذهب لقداس العشاء الرباني، ويا لها كيف تهدمت، ثم كيف عاملت الناس المدعوين للغذاء الذي لم تعره أي اهتمام. فتجربتها علمتها أن نشوة الوجد الديني تجعل الناس قساة القلب، كذلك يفعل الإيمان بالقضايا، إنه يبلد مشاعرهم. ذلك أن الآنسة كيلمان ستفعل أي شيء من أجل الروس، ستجيع نفسها من أجل النمساويين، لكنها وفي السر تتوقع عذابا أكيدا، فهي على هذه الدرجة من عدم الإحساس، وقد ارتدت المشمع الأخضر الواقي من المطر. لقد لبست ذلك المعطف المطري عاما بعد عام.
وما أن تكون في الغرفة 5 دقائق وهي تتصبب عرقا حتى تجعلك تشعر بتفوقها بنقصك ما أفقرها هي. ما أغناك أنت؟ كيف إنها تعيش في كوخ بحي الفقراء بلا وسادة أو سرير أو حصير أو أي شيء كان، وروحها كلها صادئة وتلك الظلام لصيقة بها. طردها من المدرسة خلال الحرب، مخلوقة مسكينة حاقدة وتعيسة الحظ. ذلك إن المرأة لا يكرهها هي، بل يكره التفكير فيها. وهذا التفكير جمع إليه بلا شك الكثير مما لا علاقة له بالآنسة كيلمان، فأمسى طيفا من تلك الأطياف التي يصارعها المرء في الليل، طيفا من تلك الأطياف التي تقف حيالنا وتمص نصف دماء حياتنا، طيف المستبدين والطغاة وكلاريسا وبرميانارد أخرى. لو ظهر السواد بدلا من البياض كانت بلا شك ستحب الآنسة كيلمان، لكن ليس في هذه الدنيا، لا، على أنه قد اشتاطها غضبا أن تجعل ذلك الغول الوحشي يتململ فيها، أن تسمع الأحطاب تتقسم وتشعر بالحوافر تنطبع في أعماق تلك الغابة المثقلة بالأوراق الروح. ألا تكون راضية بما يقرب من التمام أو آمنة تماما؟ ذلك أن الوحش سيتململ في أي لحظة. هذه الكراهية والتي لها القوة خاصة منذ مرضها، أن تجعلها تشعر بعمودها الفقري يقشط ويؤذى، الكراهية التي تمدها بالألم الجثماني وتجعل المتعة بالجمال بالصداقة بكونها معافى بكونها محبوبة وتجعل بيتها بهيجا، تجعلها كلها تهتز ترتعش تنثني كما لو أن هناك حقا غولا ينبش في الجذور، كما لو أن ظله القناعة ما هي إلا حب الذات. هذه الكراهية هراء هراء، صاحت تخاطب نفسها وهي تندفع خلال الأبواب الدوارة لمحل مولبري لبيع الأزهار. تقدمت خفيفة الوضع، طويلة القامة، منتصبة كل الانتصاب لكي تستقبلها فورا بالترحاب الآنسة بيم ذات النقرة في ذقنها واليدين اللامعتي الإحمرار دائما كما لو أنهما قد وضعتا في ماء بارد مع الأزهار. هنالك ثمة أزهار عشب العايق بزهوره الزرق، البازيلا الملونة، باقات من الليلك والقرنفل، كتل من القرنفل، ثمة ورود وزهر السوسن. أي نعم، هكذا استنشقت من الأورمة العذبة للجنينة الأرضية إذ وقفت تتحدث مع الآنسة بيم التي تدين لها بالعون وتظنها رئيفة، ذلك أنها كانت رئيفة من سنين خلت، رئيفة جدا لكنها تبدو أكبر سنا هذه السنة، وهي تدير رأسها من طرف إلى طرف بين زهور السوسن والورود وجدائل الليلك المتأرجحة، وعيناها شبه مغمضتين وهي تعب مستنشقة بعد ضجيج الشارع من الشذى اللذيذ والبرودة الرهيفة. ثم وإذ تفتح عينيها فيا لطلعة الورود ما أزهاها، زهو المفارش المكشكشة نظيفة من المكوى موضوعة في صحاف القصب، والقرنفل الأحمر بدا قاتما وأنيقا مرفوع الرؤوس، وكل البازيلا الملونة منتشرة في دوارقها من البنفسجية الصبغة والبيضاء كالوفر والشاحبة الإصفرار كأنه الأصيل، والفتيات بنفاساتين الموسلين خرجنا لقطف البازيلا الملونة والورد بعد أن انتهى نهار الصيف البديع بسمائه التي تكاد تكون سوداء الزرقاء بأعشابه، أعشاب العايق الزرقاء الزهور بقرنفله بليلكه بين الأوراق الخضر الكبيرة
وإنه لفي تلك اللحظة بين السادسة والسابعة، فإذا بكل زهرة، الورد، القرنفل، السوسن، الليلك، تتوهج بيضاء، بنفسجية، حمراء، برتقالية غامقة، كل زهرة تبدو متقدة من ذاتها، بنعومة، بنقاء في ألواحها الغابشة، وما أحبها إليها الفراشات البيض الرمادية تدور داخلا وخارجا فوق فطيرة الكرز، فوق زهور الربيع البيض المسائية. وما أن بدأت تنتقل مع الآنسة بيم من قلة إلى قلة لتختار ما تريد، حتى قالت لنفسها: هراء هراء. قالتها على نحو ارفق فارفق، كأن هذا الجمال، هذا الشذا، هذا اللون، والآنسة بيم تودها، تثق بها، كأن ذلك موجة تذرها، تفيض عليها، فتحيط بتلك الكراهية، بذلك الغول، تحيط بكل ذلك وترفعها إلى أعلى فأعلى، حينما طلقة مسدس في الشارع. قالت الآنسة بيم: الويل من تلك السيارات، وذهبت إلى النافذة لتستطلع، وعادت فابتسمت باعتذار ويداها مليئتان بزهر البازيلا الملونة، كما لو أن تلك السيارات وإطارات السيارات كانت خطيئتها هي بالذات. إن الانفجار العنيف الذي جعل السيدة دلواي تقفز والآنسة بيم تذهب إلى النافذة وتعتذر إنما صدر من سيارة وقفت بمحاذاة الرصيف حيال واجهة محل مولبري لبيع الأزهار بالضبط، والسابلة الذين توقفوا بالطبع وحدقوا لم يتوفر لهم من الوقت إلا ما يكفي لرؤية وجه عظيم الأهمية لصق قماش التنجيد رمادية متموجة الألوان كصدر الحمام. قبل أن تسحب الستارة، يد رجالية فلم يبقى ما يرى سوى مربع من صدر الحمام، على أن الإشاعات نزلت للتداول فورا من منتصف شارع بوند إلى شارع أوكسفورد من جهة، وإلى مخزن ألينكسون للعطور من جهة أخرى، وهي تمر على نحو غير مرئي غير مسموع كسحابة سريعة أشبه بالغلالة على الهضاب، ساقطة مع شيء من وقار السحاب وسكونه الباغتين، ساقطة فعلا على وجوه كانت لثانية مضت مبلبلة كليا، لكن اللغز قد مسحها بجناحه الآن. لقد سمعوا صوت السلطة، وروح الدين أطلت وعيناها معصوبتان كل التعصيب، وشفتاها فاغرتان كل الفاغر. إنما ما من أحد عرف وجه من هذا، أوجه أمير ويلز، وجه الملكة، وجه رئيس الوزراء، وجه من هو؟ ما من أحد عرف. قال إدغار جي واتكس وحزمة من أنابيب الرصاص حول ذراعه، قال على نحو مسموع وبصورة فكهة بالطبع: سيارة ريس الأزراء. وسمعه سبوتيموس وارين سميث الذي وجد نفسه غير قادر على العبور. سبوتيموس وارين سميث عمره يناهز 30، شاحب الوجه، مستدق الأنف، ينتعل حذاء بني اللون ويرتدي معطفا رثا، ذو عينين غابشتين فيهما ذلك الطابع من التخوف الذي يسري إلى الغرباء فيجعلهم متخوفين هم أيضا. العالم قد رفع صوته، أين سيهوي؟ وتوقف كل شيء، إن خفق مكائن السيارات يرن كنبض يقرع بدون انتظام خلال بدن بأسره. الشمس أضحت حارة
بصورة فائقة لأن السيارة قد توقفت خارج واجهة محل مولبيري. السيدات العجائز في الطابق العلوي من الحافلات نشرن مظلتهن السود، هنا مظلة خضراء وهنا حمراء تنفتح بطاقة صغيرة. السيدة دلواي وهي تأتي إلى النافذة وذراعها مليئتان بزهور البازيلا الملونة تطلعت إلى الخارج بوجهها الوردي الصغير وقد زم باستقصاء. الكل نظروا إلى السيارة. سبوتيموس نظر. صبيان على الدراجات الهوائية ترجلوا قافزين. حركة المرور اكتظت وهنالك وقفت السيارة بستائرة مسدلة، فظن سبوتيموس أن عليها نقشة غريبة كأنها شجرة، وروعه هذا التجمع التدريجي لكل شيء في مركز واحد أمام عينيه، كما لو أن فرعا ما يكاد يطفو على السطح فيوشك أن يتفجر لهيبا. إن العالم يتأرجح ويرتعش ويهدد بالتفجر لهيبا، ودار في خلده أنه هو الذي سد الطريق. أليس هو الذي أمسى ينظر إليه ويشار إليه؟ أليس هو الذي ثبت بثقل هناك جذر في الرصيف لقصده؟ لكن أي قصد؟ قالت زوجته. فلنذهب سبوتيموس، وهي امرأة صغيرة ذات عينين واسعتين في وجه مستدق شاحب، فتاة إيطالية. لكن لوكريزيا نفسها لم يسعها إلا أن تنظر إلى السيارة وإلى نقشة الشجرة على الستائر. هل أن الملكة في الداخل هناك تتسوق؟ والسائق الذي كان يفتح شيئا يقلب شيئا يغلق شيئا مضى إلى الصندوق. قالت لوكريزيا هيا بنا، لكن زوجها وهما متزوجان منذ حوالي 5 أعوام الآن قفز وجفل وقال حسنا بغضب، فكأنها قد قاطعته. لابد أن يلاحظ الناس، لابد أن يرى الناس، وذكرت في خاطرها الناس وهي تتطلع إلى المتجمهرين يحملقون بالسيارة، الناس الإنجليز مع أطفالهم وخيولهم وملابسهم، وهي معجبة بهم بصورة من الصور، لكنهم هم ناس الآن، لأن سبوتيموس قد قال سأقتل نفسي. شيء من الفظاعة أن يقال لو فرضنا أنهم قد سمعوها. نظرت إلى المتجمهرين، أرادت أن تصيح النجدة النجدة لتنادي صبيان القصابين ونسوتهم النجدة، إنها وسبوتيموس قد وقفا في شارع النهر إمباكمنت في الخريف الماضي بالذات مزملين بالبردة ذاتها، وسبوتيموس يقرأ في جريدة بدلا من أن يتكلم، فنتشتها منه وضحكت في وجه الشيخ الذي رآهما. فالمرء يخفي الفشل، يجب أن تخرج بزوجها إلى منتزه ما. قالت الآن سنعبر. إن لها حقا في ذراعه، وإن كانت ذراعا بلا حس إنه سيمد لها. هي الفتاة البسيطة جدا المتهورة جدا في 24 فقط بلا صديق في إنجلترا، هي التي تركت إيطاليا من أجله، سيمد لها عظاما. إن السيارة بستائرها مسدلة وبهيئة من التحفظ المبهم تقدمت نحو البيكاديلي، وهي لما تزال يحملق بها، لما تزال تغضن الوجوه على جانبي الشارع بنفحة التبجيل القاتمة ذاتها، سواء لملكة أو أمير أو رئيس وزراء، فلا أحد عرف. إن الوجه نفسه لم يرى إلا مرة واحدة من 3 أشخاص لبضع ثوان فقط، حتى جنسه هو محل خلاف الآن. لكن ما من شك في أن العظمة كانت جالسة في الداخل، العظمة كانت تمر مخبأة في شارع بوند،
لا يفصلها إلا باع عن الناس الاعتياديين الذين يحتمل أن يكونوا الآن أول مرة وآخرها في دائرة التخاطب قريبا من الجلالة البريطانية، من الرمز الباقي للدولة الذي سيعرف للآثاريين الفضوليين وهم ينقبون في خرائب الزمان. إذ لندن هي درب مكسو بالحشائش، وكل أولئك المسرعين حذو الرصيف في صباح الأربعاء هذا ما هم سوى عظام من بضعة خواتم زواج ممتزجة بترابها والحشوات الذهبية للأسنان المنخورة الكثيرة العدد. الوجه في السيارة سوف يعرف عندئذ. دار في خلد السيدة دلاواي أنها ربما تكون ملكة، وكانت تخرج من محل بيع الزهور حاملة باقاتها الملكة، ولثانية واحدة اكتسى وجهها بقسمات الاحتشام المفرط إذ وقفت لدى باب المحل في ضوء الشمس والسيارة تمر ببطء شديد بستائرها المسدلة. دار في خلد كلاريسا أن الملكة ذاهبة إلى إحدى المستشفيات، الملكة ذاهبة لافتتاح سوق ما خيرية. كان التجمهر فظيعا بالنسبة إلى هذا الوقت من النهار. تساءلت كلاريسا مع نفسها، ما الخبر؟ أموسم الذهاب إلى ساحات السباق؟ لوردز، إسكوت، هارلينغهام؟ ذلك أن الشارع كان مسدودا بالزحام، والطبقات الوسطى البريطانية تجلس جانبيا في الطوابق العليا من الحافلات مع الرزم والمظلات، أجل بل حتى مع معاطف الفراء في يوم كهذا. وقالت كلاريسا في نفسها إن هذه هي أسخف من أي شيء يمكن أن يتصوره المرء أبدا وأكثر تباينا عنه، والملكة نفسها قد أخرت، الملكة نفسها غير قادرة على المرور. كلاريسا قد أعيقت في أحد جانبي شارع بروك، والسيرجون كهارست القاضي العتيد وقف على الجانب الآخر والسيارة كانت بينهما. السيرجون قد أصدر أحكامه لسنين وهو يميل إلى المرأة الحسنة الهندام. حينما كان السائق وهو ينحني قليلا جدا يقول أو يظهر شيئا للشرطي الذي حي ورفع ذراعه وهز رأسه وحرك الحافلة إلى طرف آخر، فمرت السيارة ماضية في سبيلها. لقد أخذت طريقها على مهل وبصورة صامتة جدا. كلاريسا خمنت، كلاريسا عرفت بالطبع، لقد رأت شيئا أبيض سحريا مدورا في يد الساعي، قرصا كتب عليه اسم ألف، اسم الملكة، اسم أمير ويلز، اسم رئيس الوزراء، والذي شق طريقه بقوة بهائه الذاتي متقدا. كلاريسا رأت السيارة تتلاشى وتختفي لكي يتوهج بين الشمعدانات بين النجوم الساطعة والصدور مثقلة بالنياشين. هيو ويتبرد وكل أقرانه من ذوات إنجلترا تلك الليلة في قصر باكنغهام، وكلاريسا أيضا تقيم حفلة تصلبت قليلا، هكذا ستقف على أعلى سلمها. السيارة ذهبت لكنها تركت ترجرجا خفيفا غشى مخازن القفازات ومخازن القبعات ودكاكين الخياطين على جانبي شارع بوند، ولثلاثين ثانية مالت كل الرؤوس إلى الاتجاه نفسه نحو النافذة، والسيدات توقفن يتخيرن زوجا من قفازات، هل يكون إلى عضد ساعد أو إلى أعلى منه؟ هل يكون ليموني أو رمادي باهت؟ حينما انتهت الجملة حدث شيء ما،
شيء هو من التفاهة في مناسبات منفردة بحيث لا تستطيع آلة حسابية أن تسجل ذبذبته وإن كانت قادرة على توصيل الهزات الواقعة في الصين. مع هذا فإنه شيء هو بالأحرى مريع في تمامه وعاطفي في جاذبيته العمومية، ذلك أنه في كل مخازن القبعات ودكاكين الخياطين نظر الغرباء بعضهم إلى بعض وفكروا بالموتى، بالعلم، بالإمبراطورية. وفي حانة في زقاق أهان أحد رجال المستعمرات سلالة وينزور، مما أدى إلى تبادل الكلمات وتكسير أقداح الجعة وإلى مشاجرة عمومية، مما تردد صداه على نحو غريب عبر الدرب في أذان الفتيات وهن يقتنين لزواجهن الملابس الداخلية البيضاء المقلمة بشريط أبيض نقي، ذلك أن الهياج السطحي الذي أحدثته السيارة العابرة قد كشط وهو يترسب شيئا عميقا جدا. ما أن انزلقت السيارة عبر البيكاديلي حتى استدارت لتدخل شارع سان جيمس، ثمة رجال طوال، رجال أشداء، رجال حسنوا الملبس بستراتهم الطويلة الرسمية وقمصانهم البيضاء وشعورهم مرخاة إلى الخلف، وهم لأسباب يصعب تمييزها يقفون في النافذة المدورة أمام مخزن وايت و أيديهم خلف الذيول يتطلعون إلى الخارج، وقد أدركوا بالسلقة أن العظمة قد مرت، فهبط عليهم نور الحضور الأزلي الخافت كما هبط على كلاريسا دالاواي. وفي الحال وقفوا وباستقامة أشد وأنزلوا أيديهم وبدوا على استعداد لخدمة عاهلهم حتى فوهة المدفع إذا دعت الحاجة، كما فعل أسلافهم من قبلهم. إن التماثيل النصفية البيضاء والمناضد الصغيرة في الخلف مغطاة بنسخ من مجلة تاتلع، مجلة الطبقة النسوية الراقية وبقنان الصودا، بدت وكأنها تظهر الاستحسان، بدت وكأنها تنبئ بغلة قمح وفيرة وبالقصور الريفية الإنجليزية. وأخذت الهمهمة الخافتة لعجلات السيارة ترجع وكأنها حيطان شرفة هامسة، صوتا منفردا يصير رنانا بجبروت كاتدرائية بأسرها. ثم إن مول براس بملفعتها على الكتفين وهي تحمل أزهارها واقفة على الرصيف قد تمنت للصبي العزيز خيرا، إنه أمير ويلز بالتأكيد، وكانت ستقطف بثمن دن من الجعة باقة من ورد في شارع سان جيمس لولا أن رأت عين الخفير عليها وهو يثبط عجوزا أيرلندية عن ولائها المضاد. الحراس في شارع سان جيمس رفعوا أيديهم بالتحية، وشرطي الملكة ألكساندرا أبدى استحسانه. في هذه الأثناء تجمع جمهور صغير عند بوابات قصر باكنغهام، إنهم وجميعهم فقراء انتظروا بخمول وإن بثقة، تطلعوا إلى القصر ذاته والعلم يرفرف، إلى تمثال الملكة فيكتوريا تتموج على منصتها، وأعجبوا بسلالم مياهها الجارية، بزهورها من الجيرانيوم. اختاروا من السيارات المارة في حي المول أولا هذه ثم تلك، وهبوا عواطفهم بكبرياء للذين خرجوا بنزهة سياقة من عامة الناس، تذكروا تبجيلهم وذلك إبقاء عليه دون تفريط بينما تمر هذه السيارة أو تلك، وأتاحوا للإشاعات أن تتراكم طيلة الوقت في عروقهم وأن توتر الأعصاب التي في إعجازهم عند التفكير بأن الأسرة المالكة تنظر إليهم. الملكة تنحني والأمير يحيي عند التفكير بالحياة البهيجة التي أنعمت بها السماء على الملوك،
وبانحناءات الاحترام النسائية التقليدية، وبيت العرائس القديم للملكة، وبالأميرة ماري تتزوج من رجل إنجليزي، وبالأمير الأمير الذي شابه كما يقولون الملك إدوارد العتيد شبها رائعا، لكنه أنحف بكثير جدا. الأمير يسكن في قصر سان جيمس، لكنه قد يأتي في الصباح لزيارة والدته. هذا ما قالته سارة بليجلي وطفلتها على ذراعها وهي تهز قدمها عاليا وسافلا كأن الطفل في مهدها في بمليكو، لكنها تبقي عيونها على المول بينما تحيل أميلي كوتيس نظرها في نوافذ القصر وتفكر بالخادمات، الخادمات اللاتي لا يحصى لهن عد. تفكر بغرف النوم، غرف النوم التي لا يحصى لها عد، وما أن انضم إليهما سيد مسن من الذوات مع كلبه لترير الأبرديني الصغير، ورجال لا يشغلهم شاغل حتى تزايد الجمهور. المستر باولي الذي يسكن بشقة في ألباني، والذي ختم على منابع الحياة العميقة بالشمع، لكن بوسعه فك الختم بغتة وبصورة غير لائقة وبميوعة عاطفية بواسطة مثل هذا النمط من الأمور. نسوة فقيرات ينتظرن لرؤية الملكة تمر، نسوة فقيرات، أطفال لطفاء، أيتام، أرامل الحرب، والعياذ بالله. المستر باولي هذا غرورقت عيناه بالدموع حقيقة. رف النسيم رفيفا دافئا جدا في المول عبر الأشجار الرفيعة مرورا بتماثيل الأبطال البرونزية، فأهاج شجون المستر باولي الوطنية فرفع قبعته إذ استدارت السيارة ولوح بها عاليا إذ تقربت السيارة، وأتاح للأمهات الفقيرات من بمليكو أن يقتربن ملتصقات به، ووقف منتصب القامة كل الانتصاب. السيارة أعجلت، وفجأة رفعت المسز كوتيس نظرها إلى السماء. إن صوت طائرة يصم آذان الجمهور بصورة تنذر بالسلب. ها هي تقبل فوق الأشجار وتنفث دخانا أبيض من الخلف، فيلتوي ويلتف، يكتب شيئا ما حقيقة، يخط حروفا في السماء. الجميع رفعوا أبصارهم. خرت الطائرة ثم ارتفعت فورا إلى علو شاهق، دارت في حلقة، أسرعت، هبطت، صعدت، وإنها مهما فعلت وأيان اتجهت فهي تردف خلفها قضيبا كثيفا منفوشا من الدخان الأبيض الذي يلتوي مجدولا في السماء بحروف، لكن أي حروف؟ A C ثم L، إنها حروف لا تثبت إلا لحظة واحدة ثم تتحرك وتذوب وتمحى في السماء، والطائرة تنطلق بعيدا، ثم بدأت مرة أخرى في حيز آخر من الفضاء لتكتب E K وربما Y. قالت المسز كوتيس بلاك سو بصوت متوتر مرتعب، ورفعت بصرها محدقة للأعلى، وطفلها وهو مستقر بين ذراعيها متصلبا وأبيض اللون حدق للأعلى. غمغمت المسز بليجلي كأنها تسير في نومها. كريمون
فحدق المستر باولي للأعلى وقبعته في يده ثابتة كل الثبات. كان الناس في أرجاء المول بطوله واقفين يرفعون أبصارهم إلى السماء، وما أن نظروا حتى غدا العالم بأسره صامتا صمتا مطبقا. وعبر سرب من النوارس السماء، يقوده أحد النوارس أولا ثم نورس آخر، وفي هذا الصمت والسلام الفائقين، في هذا الامتقاع، هذا النقاء، قرعت الأجراس 11 مرة، والصوت يتلاشى هناك في الأعالي بين النوارس. استدارت الطائرة وأسرعت وانفضت النشاءات انفضاضا دقيقا بمروق سريع بانطلاق كمتزلج على جليد. قالت المسز ليجلي: هذا إي أو كراقص في حلبة. غمغم المستر باولي: إنها توفي. دخلت السيارة من البوابات ولم ينظر إليها أحد، وما أن قطعت الطائرة الدخان حتى أسرعت تحلق بعيدا، والدخان يتلاشى ويتجمع حول السحب الفسيحة البيضاء. لقد اختفت، إنها وراء السحاب، لا يسمع لها صوت. إن السحب التي انضمت إليها الحروف المتنوعة تجري دون عائق، فكأن من المقدر لها أن تعبر من الغرب إلى الشرق في بعثة مهمة جدا لن يكشف عنها أبدا. ومع هذا، لذلك بالتأكيد، بعثة مهمة جدا. ثم إذ بالطائرة تهرع بغتة كقطار يخرج من نفق، فتظهر في منتزه جرين في بيكاديلي في شارع ريجنت، في منتزه ريجنت، وقضيب الدخان يلتوي وراءها وهي تخر وترتفع شاهقة وتكتب حرفا بعد آخر، لكن أي كلمة كانت تكتب؟ رفعت لوكريزيا وورن سميث بصرها وهي جالسة بجانب زوجها على مصطبة في منتزه ريجنت في الممشى المسمى بالممشى العريض. صاحت: انظر انظر سبوتيموس. ذلك أن الدكتور هولمز قد أخبرها أن تجعل زوجها يهتم. قال لا علة فيه سوى أنه منحرف المزاج بعض الشيء، يهتم بأشياء خارج نفسه. فقال سبوتيموس في خاطره وهو يرفع بصره: إنهم إذن يؤشرون لي. ليس بكلمات حقيقية، بمعنى أنه لم يستطع قراءة اللغة، لكن الأمر كان من الوضوح بمكان. هذا الجمال، هذا الجمال الرهيف. أورقت عيناه بالدمع لمشهد الكلمات الدخانية تذوي فتذوب في السماء وتهبه بتصدقها الذي لا ينضب وطيبتها الضاحكة، شكلا بعد آخر من الجمال الذي لا يمكن تصوره، منبئة بنيتها أن تزوده مجانا وإلى الأبد ولمحض النظر بالجمال بمزيد من الجمال. فسالت الدموع على خديه. قالت إحدى المربيات لريزيا أن الكلمة هي توفي، إنهم يعلنون عن توفي، فبدأتا تتهجيان الحروف معا. قالت المربية: كي آر. وسمعها سبوتيموس تقول كي آر قريبا من أذنه، عميقا ناعما كأرجن رخيم، لكن بخشونة في صوتها كصوت الجندب. فحكك ذلك عموده الفقري بالتذاذ وأرسل إلى مخه موجات من الصوت، ما أن ارتجت حتى انقطعت. إنه لاكتشاف بديع حقا، إن الصوت الإنساني في حالات جوية معينة، فالمرء يجب أن يكون علميا، علميا قبل كل شيء، يستطيع أن يجعل الحياة تدب في الأشجار. ولحسن الحظ وضعت ريزيا يدها بثقل هائل على ركبته بحيث صار مثقلا متحجرا، وإلا فإن الإثارة الناجمة عن أشجار الدردار ستجعله يجن
وهي تقوم وتهبط بكل أوراقها متقدة، واللون يتخفف ويتكثف من الزرقة إلى خضرة جوف الموجة، كأرياش على هامات النخيل، كرياش على رؤوس السيدات. فالأشجار قامت وهبطت بمثل هذا الافتخار، بمثل هذا الإتقان، لكنه لن يجن، إنه سيغمض عينيه فلا يرى بعد الآن شيئا. لكنها تغري، الأوراق حية والأشجار حية، والأوراق كونها ترتبط بواسطة ملايين الأمشاج ببدنه ذاته هنالك على المستوى، فإنها هفت بدنه صعودا أو هبوطا، حين يمتد الغصن فإنه هو كذلك أدلى بالشيء ذاته. وكانت العصافير وهي تخفق وتتطاير وتتساقط نافورات مفلولة جزءا من نقشة النمط، الأبيض والأزرق مخططين بأغصان سوداء، الأصوات تتناغم بتعمد مسبق، وفواصلها هي بأهمية الأصوات ذاتها. طفل بكى وبوق انطلق من بعيد بما يلائم الحال، وكلها مجتمعا على بلاد دين جديد. قالت ريسياس بوتيموس فجفلا بعنف، لابد سيلاحظ الناس. قالت سأسير إلى النافورة وأعود، ذلك أنها لم تستطع تحمل المسألة بعد الآن. للدكتور هولمز أن يقول أنه لا علة فيه، لكان أحرى لها لو أنه ميت. إنها لا تستطيع الجلوس بجنبه حين يحملق هكذا، فلا يراها ويجعل من كل شيء شيئا فظيعا. السماء والشجرة، الأطفال يلعبون، يسحبون عربات، ينفخون صفارات، يسقطون، كل هذا شيء فظيع، وهو لا يقتل نفسه، وهي لا يسعها أن تخبر أحدا. سبوتيموس يجهد نفسه بالعمل جدا، هذا كل ما استطاعت أن تخبر أمها به. قالت في نفسها إن الحب يجعل المرأة مستوحدا. إنها لا تستطيع أن تخبر أحدا، حتى ولا سبوتيموس الآن. وإذ أرجعت بصرها إلى الخلف فقد رأته جالسا في معطفه الرث وحده على المستوى محني الظهر محملقا، وإنه لمن الجبن للرجل أن يقول أنه سيقتل نفسه، لكن سبوتيموس قد قاتل، كان شجاعا. إنه ليس سبوتيموس الآن، فهي تلبس ياقتها الدانتيل، تلبس قبعتها الجديدة، فلا يلاحظ أبدا، وهو سعيد بدونها. ما من شيء يمكن أن يجعلها سعيدة بدونه، لا شيء، إنه أناني وهكذا الرجال، ذلك أنه غير مريض. الدكتور هولمز قال لا علة فيه. بسطت يدها أمامها، انظروا ختم زواجها ينزلق، فقد بلغت من الهزال هذا الحد، إنها هي التي تقاسي، لكنها ليس عندها من أحد لتخبره بما تقاسيه. بعيدة هي إيطاليا والبيوت البيضاء والغرفة التي تجلس فيها شقيقاتها يصنعن القبعات، وشوارع مزدحمة كل مساء بالناس يسيرون يضحكون عاليا، وهم ليسوا شبه أحياء كالناس هنا، محشورين في كراسي المصحات ينظرون في بضع زهرات قبيحة غرزت في قلل. ذلك إنه ينبغي لك رؤية حدائق ميلانو، وقالت ذلك جهارا، لكن لمن؟ ليس هناك من أحد. تلاشت كلماتها، هكذا يتلاشى الشهاب، وشراره يستسلم لليل بعد أن يشق طريقه فيه، ويهبط الظلام دافقا فوق البيوت والأبراج، تتطرى منحدرات التلال الكالحة وتهوى، لكن مع أن البيوت اختفت إلا أن الليل مليء بها، إنها وقد عريت من اللون وخلت من النوافذ توجد على نحو أكثر خطلا، وتشي بما يخيب وضح النهار في نقله.
الاضطراب وتوتر الأمور وقد تراكمت هناك في الظلام، محرومة من الانفراج الذي يأتي به الفجر حين يظهر كل شيء للعيان على الفور، إذ يصبغ الفجر الحيطان بيضاء ورمادية ويحدد كل زجاجة في النوافذ ويرفع الضباب عن الحقول ويظهر الأبقار البنية الحمر وهي ترعى آمنة. كل شيء موجود ثانية. وصحت ريزيا: أنا وحيدة. وهي عند النافورة في منتزه ريجنت محدقة بالهندي وصليبه، كأن الوقت منتصف الليل حين تنعدم جميع الحدود وتعود البلاد لتتخذ هيئتها العتيقة كما رأها الرومان، وهي تقبع ملبدة بالسحب حين نزلوا إلى البر والروابي لا أسماء لها والأنهار تنعطف إلى حيث لا يعرفون إلى أين. كذلك كانت ظلمتها حينما بغتة وكأن جرفا صخريا قد بان فوقفت عليه وقالت كيف أنها هي زوجته، تزوجت قبل سنين في ميلان، زوجته، ولن تقل أبدا أبدا أنه مجنون. وما أن استدارت حتى سقط الجرف الصخري وغاصت أسفل فأسفل، ذلك أنه قد ذهب كما ظنت، ذهب كما هدد ليقتل نفسه ليرمي بنفسه تحت عجلة، لكن لا، ها هو هناك ما زال جالسا وحده على المصطبة بمعطفه الرث وقد وضع ساقا على ساق يحملق ويتكلم بصوت مرتفع: يجب ألا يقطع البشر أشجارا، يوجد ثمة رب، إنه يدون مثل هذه الإلهامات على ظهور الأغلفة، غيروا العالم، لا أحد يقتل بدافع الكراهية، فليكن معلوما، دونها، إنه انتظر، إنه أصغى، عصفور حط على السياج حياله، وزقزق سبيتيموس، سبيتيموس، أربع مرات أو خمس مرات متتالية، واستمر مطيلا نبراته، ليغرد تغريدا متجددا وثاقبا بكلمات يونانية كيف أنه ليس هناك جريمة، وما أن انضم إليه عصفورا آخر حتى غردا أصواتا متطاولة وثاقبة بكلمات يونانية من فوق أشجار في مرج الحياة وراء نهر يسير فيه الموتى ويعلنان أنه ليس هناك موت. ها هي يده، ها هم الموتى، ثمة أشياء بيضاء تتجمع خلف السياج حياله، لكنه لم يجرؤ أن ينظر. فينس كان خلف السياج، قالت ريزيا فجأة وهي تجلس جنبه. ماذا تقول؟ لقد قاطعته مرة أخرى، إنها تقاطعه دائما. قال بعيدا عن الناس، يجب أن يفر من الناس، وقفز على الفور إلى هناك حيث توجد مقاعد تحت شجرة وشكل المتنزه الطويل مغموس كباع من شيء أخضر مع قماشة، سقف من الدخان الأزرق والوردي عاليا فوق الرؤوس، وهناك سور من بيوت نائية غير منتظمة مغبشة بالدخان، وحركة المرور تطن في دائرة، وعلى اليمين تشرئب حيوانات قاتمة اللون برقابها الطويلة فوق أسيجة حديقة الحيوان، تعوي تزأر. هنالك جلسا تحت شجرة، توسلت إليه قائلة انظر، وهي تشير إلى رتل من الصبيان يحملون مضارب الكريكت، وأحدهم جرر قدمه، دار حول كعبه وجرر قدمه كأنه يمثل دور البهلول في قاعة موسيقية. توسلت إليه قائلة انظر، ذلك أن الدكتور هولمز قال لها أن تجعله يلاحظ أشياء حقيقية، يذهب إلى قاعة موسيقية يلعب الكريكت، وقال الدكتور هولمز تلك هي اللعبة المطلوبة بالذات، لعبة في الهواء الطلق، اللعبة بالذات الملائمة لزوجها. كررت القول انظر انظر، إن غير المرئي يناديه، الصوت الذي يتصل به الآن، الذي هو أعظم أبناء البشرية،
سبوتيموس الذي أخرج مؤخرا من الحياة إلى الموت، الإله الذي أتى لتجديد المجتمع، الذي يتمدد كمحلف كدثار ثلج لا ينخره غير ضياء الشمس، لا يتبدد على الدوام، يشقى إلى الأبد كبش الفداء